احنا بنستمر مع حضراتكم في متابعة خلاص الانتخابات الرئاسية، ومنتظرين بكل تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلانها كمان للجدول الزمني بعد ما شفنا الاستعدادات المبدئية خلال الأيام اللي فاتت. وعلى المستوى السياسي برضو بنتابع موقف الأحزاب والقوى السياسية بالنسبة لاختيار المرشح الرئاسي، وبكل تأكيد شفنا يعني زخم كبير وعدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية اللي أعلنت دعمها ومطالبتها للرئيس عبد الفتاح السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية إن شاء الله. النهاردة بقى آخر التطورات، في عندنا حزب مصر القومي برئاسة المستشار رفائيل بولس أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وده البيان قدام حضراتكم على الشاشة للحزب اللي أكد على أن دعم الرئيس جه بعد قناعة تامة من أعضاء الحزب بحجم الإنجازات اللي حققها الرئيس خلال السنوات الماضية والطفرة النوعية اللي شهدتها الدولة المصرية خلال فترة حكمه للبلاد، وكمان أن المرحلة المقبلة تحتاج لقيادة سياسية حكيمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة. وقال الحزب كمان أن الرئيس بيعد رجل المرحلة المقبلة لأن لديه القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وبها تربصات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة بناء المؤسسة العسكرية بشكل غير مسبوق، سواء القوات البحرية البرية الجوية، بالإضافة كمان للي تم خلال الفترة اللي فاتت من نجاحات واللي بتعد طبعا قاعدة للمرحلة المقبلة اللي بتحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة بناء الوطن، وده اللي بيتطلب من الجميع الوقوف موقف رجل واحد خلف القيادة السياسية. ده كان بيان حزب مصر القومي. في عندنا كمان حزب الغد اللي أعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه ومطالبته للترشح لفترة رئاسية تانية، وقرر الحزب تشكيل إدارة مركزية بحزب الغد، تكون مهمة الحزب أو تكون اللجنة دي أو الإدارة دي مهمتها إعداد وإدارة حملة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.